اهلا وسهلا ومرحبا بمشاهدينا في موعد جديد متجدد مع متابعة يومية حينية لكل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي ومباراتي تونس مالي. في الذهاب انتصرت تونس وعادت بفوز هام وثمين، لكنه غير كافي، والحاجة اللي تفرح أنه الناس كل خايفة من مباراة العودة، وهذا مؤشر هام على أنه لازم نعطيه هذه المباراة القيمة اللي تستحقها، لأنه منافس كبير والمنافس باش يلعب كل أوراقه في مباراة العودة، فلابد أن تكون يعني كل الاحتياطات موجودة والاستعدادات على آخرها حتى نكونوا جاهزين لهذا الموعد الكبير، لهذا الحدث الكبير، لتحقيق حلم كل التونسيين. خلينا نرحب بالحضور، نبدا مع الكابتن مختار تليلي. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. اهلا وسهلا عادل، اهلا وسهلا بالاخوان بالزملاء، اهلا وسهلا بالمشاهدين نتاعنا اللي هما الدعم الاول والاخير للحصه هذه. يعطيك الصحه المشاهدين والمستشارين. اكيد مشاهدين موجود فيها المشاهدات. عندهم المشاهدات والمشاهدين والمستشهرين تحيه لهم طبعا على قناه التاسعه. ايضا سعيد بالترحيب بالاعلامي فيصل شعبان. اهلا وسهلا فيصل، مرحبا. اهلا يا عادل، شو احوالك؟ لاباس. منور يا فيصل. بوجودكم وبوجود الناس الطيبه. عايشك. ايضا يحضر معنا اليوم خلينا نقول ولد التاسعه، ولد التاسعه سبور، واكيد كنا سعداء انه حضر معنا في اكثر من مناسبه ونورنا في بلاتواتنا. سعيد بالترحيب بالمدرب والمحلل الفني فايز باب القاسم. اهلا ومرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بالساده الحضور بالساده المشاهدين. ايضا وجه السيد منور، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا عادل، مرحبا بالحضور، مرحبا بالساده المشاهدين. الحمد لله، ان شاء الله ديما اجوانا فرحها. مبروك علينا الانتصار، ان شاء الله المره الجايه نقولوا مبروك علينا الترشح. ان شاء الله هذا ما نتمناه باذن الله. عصام المرداسي، اهلا وسهلا ومرحبا. لاعب دولي سابق. اهلا وسهلا عادل، مرحبا بالاخوين الحاضرين الكل، مشاهده طيبه للجميع. نحب نرحب ترحاب خاص باكاديميه معز فوت من الملاسين اللي منورين معنا. طبعا وقت اللي نقولوا الملاسين، نقولوا الكوره، نقولوا يعني محي الدين هبيته، نقولوا علي الكعبي، نقولوا اجيال كبيره، أي عمار، علي الكعبي، عبد الجبار البحوري المخرج التلفزي، برشا ملاعبية، كاسيدي، فوزي الانجيري، المساكني زاده، طبعا المساكني زاده. على كل حال برشا لاعبين كبار خرجوا من هذه المنطقه اللي سعداء يكونوا ممثلها من خلال الشبان هذوما الاكاديميه هذه اللي بعد باش نحكيو شويه مع طبعا ناصر الدين على هذه الاكاديميه والعمل الكبير اللي قاعده تقوم به في تنشئه الاطفال هذوما وتكوينهم وصقل مواهبهم في منطقه صعبه ان صح التعبير. ننطلق على بركه الله بيست اوف ابرز لقطات حلقه البارحه. مقابلة نيجيريا تفكرنا الكل، نتفكروا الكل كيفاش ليكيب واقفة دو بلوك معناتها ان افون دو بوانت نستناو لادفيرسير اي اون رياجي تخي فيت. اليوم الميتريز موجودة في الجروب، ليكسبيريونس موجودة، جونيس موجودة، المنتخب رجع للتوازن نتاعو، تعامل باللوجيك. نقول للمدرب ساعة عنده توش في المباراة هذه، خاطر الناس كل كنا نتوقعوا اللي باش نلعبوا اللي يقول بثلاثة، واللي باش نقولوا البارح قلنا اللي بلا مهاجم جملة. اليوم يعني طريقة اللي لعب بها بصراحة يعني طريقة فيها شوية مجازفة، وكرة القدم هذيك هي عادل، كرة القدم لازمك تاخذ الريسك. المدرب خذا الريسك، لعب 4-3-3 ولا 4-3-2-1 كما تحبوا تصنفوها، لكن المدرب صراحة يعني كان شجاع. الغندري أكثر من تسعة شهور ما لعبش، كان غايب على سق المباريات، معناتها راهو تحاول تنجم تفهم قداش عنده ما لعبش. وفما حاجه اخرى زاده مهمه، انك ملاعب اكثر من 6 سنين ما جاش يلعب في ليكيب ناسيونال، ويعاود يرجع ليكيب ناسيونال ويلقى روحه في ماتش مهم فيه مصير الكره التونسيه. اليوم تحب ولا تكره، الماتش هذا فيه مصير الكره التونسيه باش نجموا نمشيو كاس العالم. وتعرف شنو معناتها نمشيو كاس العالم؟ كاس العالم تعطينا ايلون اخرى، حلمه اخرى، فلوس، ماديا، معنويا، اللي تحب انت. اليوم خلينا نمشيو في ثنيه صحيحه. علاش نحن منبهين؟ المقابله كانت ممتازه، بالرمضان مره اخرى نحب نقول له
برافو بوكو دو 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 دينيرجي برشا جيروزيتي في ليفور معناها الراجل جري في الاتاك جري في الديفونس رجع جري برشا برافو عليه كيف كيف الملاعبيه الاخرين دراغر بلوز موا علي زادا ديفونسيفمون كان سوليد ما لقيناش القدام حاجتنا برولو باش يكون دوزيمي طون في الروتور الطالبي بوكو دو كونفيونس رد بالك رد بالك طالبي صحيح طالبي عملت كوب دافريكا كبيره برشا وكنت ممتاز لكن اسمع ما غلطوش البارح كنا نقولوا سخيري ولا عيدوني والا خممنا حتى على فرجاني اون طونك سنتينيل اليوم العيدوني سامبوز انكور اون فوا عمل لي الترنانس معناها في الرول دو سنتينيل هو والشعلالي كوفريو على بعضهم لعبوا زو اي دو اي ولعبوا ولعبوا زياد حاجه اخرى كانوا متفاهمين برشا دو تيل فاسون ايزيتي اون بيستون برا وقت الشعلالي يطلع هو باش يعاضد معناها الهجوم كان العيدوني لو برومي كوفرير والعيدوني ريناه في 35 مينوت وقت اللي يطلع وخذ الكره عمل 40 متر يلعبوا هكا واحد يمشي والاخر يشد لاكس بيان سور الاخر يكوفري يشد لاكس الاخر الاخر اكورديون 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 العيدوني حاجه الباهي فيه عادل اللي كونه مشى لقدام ويل ايتي دون سون اليمون اليوم هيك عليه اخترناه لوم دو ماتش il était dans son élément pratiquement il a fait copier coller مباراه نتاع نيجيريا نتاع الكان كان فريمون ايغال ا لويميم شفت حاجه اليوم بصراحه فرحتني برشا وعندي مده ما شفتهاش حنا بعد المجبري في البوز نتاع شربان الماء تشوفوا كيفاش يجري ويهز في دبابز لاصحابه راو 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 هذايا الميساج كما قال قبيله شكري راو ما يشوفوش اللي يجي فهمت عندنا بعد جايك من مانشستر يعني كي خذينا البوز راو يجري ويشرف في اصحابه الحقيقه البنك الكل قام اي يعني فما امبيونس باهيه فما سوليداريتي زاده سبقوا اللي فما امبيونس فما لحمه باهيه علاش ليه باش نكونوا 60,000 علاش ليه ما فهمش داعي باش ما نكونوا 60,000 ماتش كاليفيكاسيون الكوب دو موند دوله معناها تخلي ترضى تلعب معناها قدام استاد ماهوش بلان عليه 37,000 كلام هذا عليه 60,000 عادل كلام هذا والجمهور التونسي حاضر باش يكون حتى ب 100,000 المقابله هذه لا لا ده اللي تسكروا فيه ده اللي اليوم تسكر ما موجود شكري يا اخي كيفاش نلعبوا ماتش كاليفيكاسيون كوب دو موند ما تصيرش والاستاد ناقص ما تصيرش ما تصيرش ما لازمش تصير ما تصيرش شنو الميساج باش نعطوا معناش امنين نجموا امنوا 60,000 لا لا يا سيدي نجموا نأملوا حتى 200,000 وهما يبداو فرحانين وهما يبداو فرحانين وهذا ميساج للعالم كامل رانا لاباس علينا ورانا دولة معناها ماشية وتتحسن وباش نمشيو لكأس العالم فرصة ويقف على ساقيها ما نجموش نعطيو فرصة باش إيماج فرصة باش نخموا فيسع غدوة وبعد غدوة تفهم فيه باش حضروا تسكرنا ولذا أون بزوان تاع 60,000 كما حكاو طبعا شكري وزياد على الجمهور اللي باش يكون المساند القوي والكبير للمنتخب التونسي في مباراه الثلاثاء القادم ايضا البي ان ا لابانك بي ان ا المساند الرسمي للمنتخب الوطني في طريقه الى العالميه كانت موجوده ومسانده المنتخب في كاس العرب وفي كاس امم افريقيا واليوم البي ان ا بانك موجوده كيف العاده معنا بنفس الروح ونفس العزيمه ونفس الجرينتا لدعم المنتخب والرياضه التونسيه نشوف مع بعضنا سبوت واكيد رانا عوده في البلاتو احنا الحرار اللي ما يخافوش احنا النسور اللي ما يوخروش احنا اللي نحبوا البلاد احنا اللي مهما يصير قولوا غدوة خير معاكم للتسعين بنفس الروح ونفس الجريندا معاكم بالقلب الحار نديو فرد شعار وحدة وحدة للمونديال 2022 البنك الوطني الفلاحي المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم صراحة برشا مفاجآت وبرشا خدمات استثنائية قاعدة تقوم بها طبعا إدارة البي ان ا والابليكاسيون بي ان ا ام بانك بانكينج طبعا اللي هي ابليكاسيون هامة جدا بي ان ا ام بانكينج هي عبارة على بنك ترافقك في تليفونك وين ما كنت تاع
تعطيك لاكسي للسيرفيس بونكير الكل، نجم تتصرف في الكونت بونكير نتاعك، تعمل فيرمون سي مختار، معناها انت قاعد في الدار بالتليفونك تنجم تعمل فيرمون، نون سولمون هذايا تنجم تبعث ماندا تطلب شيكي نتاعك اذا كان الشيك نتاعك وفيه، دونك تنجم بالابليكاسيون هذيا تطلب الكارني وانت قاعد في دارك، ولا طبعا تنجم تطلب الكارت بونكير نتاعك اذا وفات الديلي نتاعها، ولا مزايا اخرى في علاقه بكل هذه الخدمات. تنجم حتى تشارجي لكارت بريبي كما تنجم زاده تبع القروض نتاعك، الابليكاسيون بي ان ام بانكينغ اكيد ابليكاسيون ممتازه وباش تصعد كل الحرفاء نتاع البي ان بانك، دونك ما عليكم كان تدخلوا على ابليكاسيون بي ان ام بانكينغ واكيد باش تلقاو كل ما عندكم في علاقه بالخدمات البنكيه، وعلى الاقل فما نضمن عملية السرعة والجودة، وخلينا نقول ما تخليش الحريف يتنقل على عين المكان بشرق كل هذه الخدمات. إذن هي موجودة على جوجل بلاي لاب ستور وإلا على هواوي أب جاليري، دونك تنجم تدخل الابليكاسيون دي وتشوفوا كل ما عنده علاقة بالخدمات المتميزة اللي قاعدة تقوم بها البيانا لفائدة حرفائها. مزيد تفاصيل نشوفها في هذا الفيتير. تصور بنكتك معاك في التليفون في كل وقت وتعطيك اكسي للي سيرفيس نتاعها الكل وين ما كنت. البيانا تقدم للحرفاء نتاعها لابليكاسيون موبيل بيانا ام بانكينغ، لابليكاسيون اللي تربحك برشا وقت وتخليك تتصرف في الكونت بانكير نتاعك بتليفونك وين ما كنت وفي اي وقت. تنجم تقوم باي عمليه بنكيه، تتفقد حسابك البنكي، تعمل فيغمون ولا تبعث ماندا عن طريق سيرفيس ماندا كاش، تطلب الشيكي ولا الكارت بانكير، تشارجي لي كارت بريبيي وتمكنك زاده باش تتبع القروض نتاعك. تنجم تيليشارجي لابليكاسيون بيانا ام بانكينغ على جوجل بلاي اب ستور ولا هواوي اب جالري. بينا بانك يور ديجيتال بانك. طبعا كما توانسة كل واحد شاف المقابر على طريقته، نفس التخوفات ونفس الاحلام ونفس خلينا نقول المشاغل اللي كانت في علاقة بمباراة تونس مالي، حتى حد صراحة ما كان يعتقد، خلينا نقول الأغلبية الساحقة باش ما نكونوش معناها متشائمين، ما كان يعتقد أن تونس ستفوز على مالي بعد الصعوبات اللي مر بها المنتخب التونسي بعد الخروج في كأس أمم أفريقيا والهزيمة أيضا ضد المنتخب المالي في التصفيات الأفريقية في الكاميرون. البارح حققنا الانتصار، أكيد قولي غلطة من المدافع، كرة القدم هي أغلاط، مذنب المنتخب التونسي أنه مدافع سجل في مرماه، لكن الثابت ما وصل سجل في مرماه، إذا ما فما ضغط وفما خطة نتاع بريسينغ صارت على لاعبي المنتخب المالي. مختار شو اللي بقالك من المباراة؟ برشا نقاط إيجابية، برشا نقاط مضيئة، مع وجود السلبيات اللي يخلو منها أكيد. أي منتخب احنا الحمد لله على الانتصار ساعة، هذه خطوة أولى، الخطوة الثانية لها ثلاثة إن شاء الله. طبعا في المواقع هذية في المستويات هذية ما فماش معناتها يعني لعبت مليح ولا لعبت خايب ولا شببت الفريق، معناها فما كان الانتصار وثلاثة نقاط. اللي يحب يتفلسف على الكورة واللي يقول لك ما لعبناش مليح، وهو صحيح يعني من حقه باش يتكلموا الناس، ما شتناش، ما عملناش بيركسيون، ما عندناش نوع نواقص، نقائص موجودة، لكن المهم الخواتيم، الخواتيم هي لعبنا بالخواتيم، لعبنا بالخواتيم، ثلاثة نقاط باش إن شاء الله باش نترشحوا، إن شاء الله النهار الثلاثة الجاية نكملوا الخطوة الأخيرة، وقتها تكون ليلة القبض على الدوحة، فيش حتى كلام، نمشيو للدوحة ونفرحوا ونشطحوا ونغنيوا ونعملوا اللي ما يتعملش، لكن لازمنا نحطوا ساقينا في القاعة ونفهموا اللي عندنا خدمة السنة فينا الثلاثة أيام هذوما. أكيد هذا هو المطلوب، سقينا في القاعة والتركيز كما يجب على هذه المباراة الحاسمة والصعبة والمصيرية. إذا اخترنا موشات أو عنوان لهذه المباراة فيصل شعبان، شنو العنوان اللي تحطه وأيضا شنو الملخص اللي تكتبه في مقال عنده علاقة بفوز تونس على مالي؟ تحقق المهم في انتظار الأهم، هذه هي المانشيت، يعني لأنه ما تحقق يعني أمر جيد بدون ما ننفخ فيه ونبالغه، لأنه بكل صراحة معناها المنتخب المالي اللي رينيه البارح كان بإمكان المنتخب التونسي اللي جازف من خلال التشكيلة، معناها لعب 4-3-3
معناها بالمساكني وبالسليتي لتنشيط الهجوم وقدامهم الجزيري. لو كان فريقنا معناها خلق الفرص وآمن بحظوظه كان بإمكانه أن يطوي المباراة نهائيا وجزء كبير من اللي نحكيه فيه يتغير ونمشي والرادس مطمئنين أكثر. لكن في رأيي الشخصي تحقق المهم في انتظار الأهم. الآن كما قال مختار تليلي العبرة بالنتائج. النتيجة الأولى أن جاء الفوز من مالي، الآن لابد أن ندعمها بفوز ثاني في رادس أمام جماهيرنا، ثم بعد ذلك يمكننا أن نتحدث عن شيء آخر مهم جدا في الكرة التونسية، لأنه هذا المنتخب يحتاج إلى بالون من الأكسجين الكروي آخر وثورة أخرى حتى نكون في مستوى كأس عالم. لأنه بكل صراحة ما شاهدناه من المباريات المبارح، مباراة تونس ومالي كانت أضعف المباريات فنيا. شاهدت أنا مباراة الجزائر والكاميرون كانت مباراة قوية جدا، مباراة مصر والجزائر كانت كذلك مباراة اندفاع بدني ومباراة يعني الريتم فيها كان قوي. شاهدنا الكونغو الديمقراطي اللي خسر المباراة، لكن لما تشوف الفرص تقول الجزائر بفضل بدران وبفضل الدفاع وبفضل مبلحي وسليماني استطاعوا أنه يخرجوا بسلام من تلك المباراة. ثم نيجيريا وغانا كانت مباراة يعني صعبة جدا وبدنيا كانت قوية جدا وفيها ريتم. فبالتالي أعتقد أنه المنتخب التونسي الآن الأهم أن نتأهل إلى المونديال، بعد ذلك حديث آخر لن أتحدث فيه الآن، سأتحدث فيه بعد المونديال. على كل حال ديما نحكي على العبرة بالخواتيم، وربما كان جينا مع منافس آخر والطرح كان خير والأداء ربما كان مختلف، لكن زاد نحب نقوله فايسل ممكن نتيجة الفوز اللي خلاتنا نغتروا شوية ولينا طالبين أنه نكيو اثنين بلاش ونربحوا ثلاثة بلاش، ولينا نحلموا معنا في حاجات ربما ما كناش نحلموا ربحها معنا قبل المباراة. حبوا نكروا احنا المباراة هذه مش تاع مباراة تاع فرجة، مش تاع تقديم أداء، مباراة تاع تكون أو لا تكون، تترشح أو لا تترشح. فشوف إيطاليا شو اللي عملت وبعد وين القطرح. فريد بالقاسم، والله اعتقد انه الوقت اللي تكون فما دراسه نتاع المنافس جيده، وقت اللي تكون فما واقعيه والتعامل مع المباراه يكون جيد، اختيار التشكيله مهم جدا والخطه زاد كيف كيف. كان فما المنتخب تحس انه ذهنيا كان حاضر، بطبيعه الحال الوقت اللي تكون ذهنيا حاضر ما تنجمش تكون كان بدنيا تبع. انا في اعتقادي المنتخب عمل مباراه تكتيكيا مهمه جدا، لعبنا على نقاط قوتنا. خلينا نكونوا واقعين وخلينا نكونوا نحكيوا على واقع الكرة التونسية. احنا المنتخب التونسي على المستوى الهجومي الحقيقة ما عندناش خيارات هجومية كبيرة، الفريق متاعنا نقاط قوته ربما في الدفاع وفي وسط الميدان. البارح يظهر لي أنا المنتخب التونسي عمل مقابلة في مستوى عالي جدا من ناحية الدفاعية ومن ناحية وسط الميدان. التعامل مع المباراة أنا كيف كيف زاد نقولوا أنه الإطار الفني تعامل مع المباراة كيف ما يلزم حسب الامكانيات. منتخب المالي كنا نعرف انه على المستوى الدفاعي عنده بعض المشاكل خاصه في النيفو تاع رولانس، يعني فريق ماهوشي في رولانس ما عندهمش امكانيات كبيره باش يخرجوا كوره، فما ضغط من المهاجمين الثلاثه اللي قدام على مستوى يوسف المساكني سليتي وجزيري. وفي وسط الميدان بصراحه قمنا بمباراه تكتيكيا مهمه جدا خاصه في الضغط على مستوى اللاعبين في وسط الميدان اللي كنا نعرف انه نقاط القوه نتاع المنتخب المالي. اللاعبين نتاعنا كانوا بدنيا حاضرين، الزون دو ريكوبيراسيون والبريس تاعنا في الزون ميديان كان مهم جدا. اكيد بانه كنا نلعبوا على اخطاء الفريق المنافس، المنافس غلط بارك الله فيه، احنا ماذا بينا يغلط كل يوم. فبالتالي انا اعتقد انه فما في المباراه نقاط ايجابيه وخاصه على مستوى الدفاع. الحقيقه الناس كل تخوفنا في غياب بلال العيفة، اليوم راهو مش صحيح، فما صحيح عندنا مشاكل كما قلت على مستوى الهجوم، لكن على مستوى الدفاع راهو فما ملاعبيه في تونس. احنا بعد اصابه ياسين مرياح، بعد اصابه ديلان براون، في غياب بلال العيفة، اليوم لقينا النادر الغندري اللي قدم مباراه محترمه جدا وربحنا ملاعب ممكن على المستوى الدفاعي في نفس الوقت معناتها نسحقوا حتى في مستوى وسط الميدان. وشفنا كيفاش نادر اليوم كيفاش قدم مقابله معناتها ضد مالي، مقابله محترمه خاصه على مستوى رولانس فيو اللي هو كان يلعب كسنتينيل، يعني كورته ديما تخرج نظيفه ونغلق. عاد برشا عباد ممكن كانوا متخوفين من وجود نادر الغندري في غيابه على المباريات او على المنتخب او حتى في التاقلم مع طالبي،
نادي الغندري فما برشا عباد يمكن ما يعرفوش نادي الغربي، نادي الغندري لاعب عنده عقليه وعنده تاقلم سريع جدا في كل الوضعيات، لانه هو من لاعب يعني بصراحه نعرفه معناتها من قريب خاطر جا معنا قبل ليك ناسيونال، يعني التاقلم تاعو ينجم يكون في اي وضعيه، اي وضعيه تحط فيها نادي الغندري يتاقلم فيها، وشفناه حتى في النادي الافريقي، معناتها في النادي الافريقي جاء بدايه الموسم ما لعبش تقريبا مرحله الذهاب كامله ما لعبش، في مرحله الاياب لقى روحه يلعب في بوست اللي هي ماهيش البوست نتاعو 100% وتاقلم وقاعد يقدم في مردود طيب. على كل حال نقولوا انه راهو ديما في تونس على مستوى وسط الميدان على وسط المدافعين راهو عندنا الحلول موجوده، ان شاء الله على مستوى الهجوم نوصلوا معناتها في يوم من الايام ان تكون عندنا اكثر حلول هجوميه. وجدي اظن انه اهم حاجه اللي بدات المباراه بدات يعني حسينا انه المنتخب ثم ثقه في النفس، ثم لعب باريحيه، ثم تركيز كبير برشا، هذه كانت يعني مؤشرات ايجابيه من الاول. الفريق ما كانش مضطرب، بالعكس كان الاضطراب على فريق مالي، يعني كان ثم انضباط تكتيكي كبير، كنا نشوفوا مثلا الكتله الدفاعيه كانت منظمه كومباكت قراب لبعضهم، نطلعوا بلوك ميديون في بعض الاحيان كنا نرجعوا شويه لتالي، في بعض الاحيان كنا نفاجئوهم نطلعوا لهم حتى القدام، يعني ستريز امبورتون تبدا ثم معناها تغيير في الـ في الـ في المكان نتاع البلوك، علاش؟ لانك نجم تفاجئ المنافس. سي تريز امبورتون زاد انه خدمنا البريس، خدمنا الضغط على حمل الكره، وشفنا كيفاش الهدف راه ما جاش من فراغ، الهدف كان من عش كان عاود جبول هدف، يعني يوسف مساكني مشى عمل البريس على البورتور دو بالون كسر الارتباك. يا اخي كيفاش يجي هو الهدف ضد مرمى؟ لازم يصير ارتباك، باش يصير ارتباك لازم ثم بريس، فهمتني؟ سي تريز امبورتون. لاعبي الخروج بالكوره كان سلس، ما كانش موجود في الكوب دافريك وقت اللي لعبنا في الكان، يعني كانت الكوره تخرج بسهوله، ممكن زاد خاطر لاعبي الوسط ممتازين وسيطروا على الكوره مليح. العيدوني عمل مباراه كبيره برشا، معناها سور بلون انجاجمون فيزيك واندفاع، وكنا في حاجه نوعيه اللاعب هذايا في وسط الميدان ضد منتخب مالي. برمضان كان ممتاز، الشعلالي ايضا كان ممتاز جدا، يعني كان ثلاثي كل واحد اعطى الاضافه نتاعو بالمواصفات اللي عنده اللي تختلف على اللاعب الاخر، وصار هنا التكامل. الجزيري كيف كيف يعني في الهجوم قدم مجهود كبير، تحرك من غير كوره، خرج يعني ارتكزوا عليه زملائه برشا، وقت اللي خدمنا الهجمات السريعه نجحنا نسبيا فيها. لابروف انه زيد الجزيري، سيف الجزيري سامحني، سيف الجزيري وقت اللي انفرد بالحارس كانت فيه هجمه سريعه وجابت الورقه الحمراء اللي غيرت يعني وجه المباراه، يمكن كان قعد ب 11 مالي ممكن كان يقلقنا اكثر وتعبنا اكثر. دونك الجزيري خدم زاد خدمه كبيره برشا. دراجر اللي كنت متخوف منه شويه لانه المهاجمين مخطرين على الاطراف نتاع مالي، ربح لي الديويل نتاعو كل، ربح للديوير سي تريز امبورتون. دراجر اللي احنا نعرفوه لاعب عنده نفس هجومي اكثر منه دفاعي، يعني فاز بالديوير نتاعو كل. حكى فريد على نادر الغندري، نادر الغندري تاقلم بسرعه، كنا متخوفين بصراحه في غياب يعني بلال العيفة، لكن نادر الغندري اكدوا انه لاعب ينجم يتاقلم على الوضعيات الكل، ممكن الزاد الفني اللي عنده، ممكن قوه شخصيته، ممكن ربحنا حاجه اخرى مع نادر الغندري، ربحنا الدفاع نتاعنا ولا عالي سي تريز امبورتون. ربع ساعه الاخرى عادل ولو يلوحونا في الكره عاليه في 18 متر نتاعنا، ما عندكش فكره 80 90% من الكره رجعوا عند نادر الغندري وعند الشعلالي، يعني ركزت معاها النقطه رجعوا بالراس، يعني كور عاليين ورجعوا الغندري خذا معاهم براتيكمون الكور كل، بالرغم اللي هما معناها ركزوا في الدرجين الاخرانيين براتيكمون على الكرات الساقطه يعني في المنطقه 18 متر تاعنا، لكن تعاملنا معاهم يعني بصراحه يعني بكل نجاح. ممكن الشوط الثاني ما نصورش كاني تعليمات المدرب، ما نصورش، لاني يعني انا سمعت جلال القادري يتكلم على قال كان من المفروض نمشيو اكثر القدام، يعني كنا نجم نستغلوا النقص العددي نتاع الفريق، لكن في بعض الاحيان اللاعبين من غير ما يشعروا يرجعوا شويه لتالي يقول لك انا رابحه واحد بلاش، فهمتني؟ ممكن مازالت عندي ماتش اخر، ممكن واحد واحد تولي ثم حسابات وندخلوا في الحسابات، يعني كنا نجم بصراحه نسجلوا هدف اخر ونستغلوا النقص العددي، كنا كاكا نقضيوا لهم على طموحهم كل. لكن على كل حال باهي، نتيجه ايجابيه جدا، وان شاء الله زيدوا نتوفقوا في مباراه العوده. هذا ما نتمناه. عصام قال وجدي منذ قليل اللاعبين وخروا شويه، ماهيش تعليمات تاع مدرب، كانوا ما كناش مصدقين اللي احنا رابحين واحد بلاش، انه كلام اللي تقال على المنتخب المالي، منتخب عتيد، منتخب قوي، منتخب فيه لاعبين محترفين في بطولات اوروبيه، وايضا وهذا الاهم انه ما انتصرش عليه،
ما نجمناش نفوزوا عليه في اكثر من مناسبه، يعني عقبه من العقبات او دابه سوداء للمنتخب التونسي في اذهان اللاعبين، يعني تحسوا معناها اوكي رابحين واحد باش يهزي، نكتفي بذلك، ولو انه كان فما امكانيه نسجلوا ثاني وثالث اذا لعبنا الاتاك بالطريقه اللي كانوا يحكيوا عليها الاولاد. هو مالوروزمون عادل هذه عقليه راه مش فقط في لاعبي المنتخب مالجري يلعبوا في نيفو عالي، لكن حتى في البطوله التونسيه اغلب في اغلب الفرق تلقى كي تبدا جمعيه رابحه اوتوماتيكمون تلقى ليكيب الكل باش يطيح البلوك ويقبلوا برشا لاعب بوركوا باش يستحفظوا على النتيجه. لكن خلينا نحكيوا في الباهي، عاد الحاجة الباهية بالحق في المنتخب قبل كل شيء، برافو للأولاد الكل والحمد لله على الانتصار، لكن مبروك مازال بكري عليها، شهر نهار ثلاثة نكملوا ونقولوا مبروك. اللي شفته الحق وحاجة تثلج الصدر، شفنا وكأنه راجل واحد يلعب، الكل بنفس العقلية، الكل كالصغير اللي هو بالرمضان، كيوسف المساكني اللي هو أكثر ملاعب يكسبيرمونتي ولا علي معلول، نفس اللونفي، نفس الريغور، نفس الراج دو فانكر، الناس الكل معناتها لعبوا، كان ثم ديسيبلين تكتيك بشكل كبير ياسر. ما نحبش نحكي على المستوى الفني لانه في مثل المباريات هذوما ولا في مثل ظروف كيما هذه صعيب ياسر باش توفق باش تعمل ماتش باهي وميم طون تخرج بنتيجه باهيه. احنا خرجنا بالمهم اللي هو نتيجه باهيه، اسبيرون كملوا الاهم نترشحوا للكاس العالم هذه. حبيت نحكي عادل في حاجه وانه ظاهر على المستوى الفني بارك الله من نامس لليوم والخيان حكيوا في كل شيء، لكن راهو السيناريو بتاع الماتش خدمنا ياسر، حتى حد لا كان يتصور ولا حتى المدرب يعرفوا ما شاء الله مدربين لخيان تحضروا لسيناريو الكل، نحن رابحين نحن خاسرين، لكن نحن رابحين وبعد 15 مينوت يخرج واحد ورقه حمراء، نتصور حتى المدرب تاع المنتخب ما كناش حاضرين للسيناريو هذا. هذاك علاش في الشوط الثاني بوتيتر المنتخب المالي بالتغييرات اللي عملهم، لانه المنتخب المالي عمل تغييرات الخط الهجوم كامل، مع تغيروا ثلاثه مهاجمين تغيروا فرض سيطر علينا، لكن كنا واقفين، كنا ما شاء الله ظاهر معناتها الديسبوزيتيف بتاعنا، كي الكوره عندنا شنو نعملوا، كي الكوره مش عندنا شنو نعملوا، خاصة في الشوط الأول، كي طار الثلاثة خطوط أقرب لبعضهم، طار الأربع مدافعين، كي نخسروا كرة أوتوماتيكمون العيدوني والشعليلي ديما تلقاهم قدام الديفونس، ويوسف والسليتي يدخلوا للوسط، لا لشيء، احنا حبينا نكثفوا في العدد بتاع الوسط الميدان، لأنه نعرفوا مليح الناس الكل أنه نقاط القوة بتاع المنتخب المالي هو وسط الميدان، وأنا نتصور سي جلال القادري والإطار الفني اللي معاه خدم محضر باش يوقف نقاط القوة بتاع المنتخب المالي أكثر منه نستغلوا نقاط القوة بتاعنا، لأنه بالحق كي وقفنا المنتخب المالي لزيناه يلعب اللي حابينه نحن، كل مرة ما لقاش سوليسيون كيفاش يوصل ويخرج الكرة إلا وتلز يلعب في البروفوندور في الـ في الـ في, الـ في الجو ديريكت، معناتها وين ما يلعب الجو ديريكت نحن ما شاء الله بالطالبي موجود والغندري موجود في الكره الهوائيه الكل في لي ديال الكل كلكو سوا الفوق ولا اللوطه كانوا حاضرين، وقتها ناخذوا نحن كره ونخدموا الاتاك بتاعنا، ونجحنا برشا في الترانزيسيون اوفنسيف، كل ما ناخذوا كره نلعبوا في البروفوندور نخلقوا الاخطر، نحن الاخطر وين عملناه مع بالرمضان في وسط لاك سنترال، الكره اللي خذاها العيدوني ودخل في البروفوندور واعطيها للبرمضان، الكره اللي تاع الكارتون روج كيف اخذينا كره ديريكتومون في ظهر الديفونسور عمل على لاكسيال عمل غلطه وجات منها ضربه الجزاء، والهدف اللي كيف يوسف المساكني برافو عليه، اي سي سا ليكسبيريونس، كي تشوف انت الكره ما زالت عند لاكسيال الجوش ويوسف المساكني ما طاحش، الكره الوحيده العاده كل كره تبدا عند ليزاكسيو يطيح في وسط في الميليو تيران بجنب بالرمضان وسليتي، الكره الوحيده اللي الى انتيسيبي معناتها حس وكانه حس كون الكره من الاكسيال باش تتعطى للاكسيال الثاني، وقتها الى سبرينتي معناتها عمل ضغط على الديفونسور سون كونترول حطها للجارديان معناتها فرض عليه الخطا، دونك نحب نقول كنا باهين برشا تكتيكمون، وقفنا ايكيب تري سوليد، لكن الفو فير اتونسيون راه ماتش روتور مازلنا بعدو نحكيو عليه. واضح اكيد ماتش روتور مازال صعيب، ولنا عوده طبعا لهذه المباراه ومباراه العوده بالتاكيد يوم الثلاثاء على الساعة 8:30 بملعب المرحوم حمادي العقبي برادس. فاصل إشهاري ثم نعود ونواصل الحوار.